إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. سمعنا مع حضراتكم أو عرفنا مع حضراتكم الواقعة اللي هزت أركان محافظة المنوفية أمس، مقتل طفل على يد والده بعد وصل التعذيب. أنا معايا والدته في حالة صعبة وفي حالة انهيار، الزوجة منفصلة عن الزوج، بتقول إن هي كانت عايشة نفس اللي كان اللي ابنها عايشه وأكتر كمان. البقاء لله. البقاء لله. ربنا يصبر قلبك يا رب، ربنا يصبر قلبك. انتي انفصلتي عن والده. انا مش عايزه اكتر الكلام، الله يبارك. ماشي، طب انتي طلبك ايه؟ حق محمد يتقدم في الزنا عين ده بس وخلص، ارحموني. وعايزه ابني بقى اللي بقى يجي يتفش بقى خلاص. لو سمحتي شويه بقى، لو سمحتي كفايه بقى. هو هيضرب نفسه. خلاص ماشي، خلاص عملوا، خلاص خلاص خلاص. حضرتك احدى الجيران وشهود العين اللي موجودين هنا، مرات عمها. ايه اللي حصل؟ زي ما انتوا شايفين المنظر، هما ضربوا ماما. انت عايزين تعرفوا الحقيقه بحق ابننا؟ يرضي الله يروحوا الشارع اللي ورا اللي هو كان بايع فيه البيت. ممكن نفس الكلام اللي احنا كنا. هي طلعت منه بالها قد ايه؟ لسه بالها 3 شهور. هنا بقى لسه هي كمان كانت بتتعرض لنفس زي ما قلت لك. والله حضرتك قبل اول مره، والله هو ده اللي كان بيحصل. وانا كنت باجي من سمعان الجيران يقولوا انتوا اهل البنت دي فين؟ اهل جيرانها يعني. هم انا بينوا بينها شويه بس، بس انا جارتها هنا عارفاهم من زمان. هم بقى كانوا يقولوا ايه انت، وانا مش عارفه هم اهلها سيدنا. اجي اقول لعمه، قلت لعمه من غزه، انا جيت مره لعمه من غزه. انت يا حبيبتي هتروحي هناك هيقول لك نفس الجيران، هتقول لك كتير بقى. واهل بيتهم ذات نفسهم هيقول لك كده، عشان هم قالوا في المحكمه بقى. قالوا كده، وقالوا اهل بيته ذات نفسهم قالوا كده. ما كانش عندي انت استفادي بقى كمان من اهل بيته اكتر كده. ان انت بتقول اي يعني ما كانش بيحس بقولك اي كده، وانت بتعذب في ابنك ما كانش قلبك بيوجعك؟ حافظ رقمها ليه؟ ليه بتعمل في محمد كده؟ ليه؟ عايزه تستفاده بتروح عند الجيران لو تسمعي. انت مش مسلم قوي كده تحس انت تقربي له ايه؟ ولا ما ينفعش هناك علشان المفروض تعتبري لازم انت لو مشيتي ومش رحتي البلد بحالها ولفيتي شارع شارع في البلد هتقولي ان ايمان يستحمل كتير ومحمد يستحمل كتير. لف الدنيا بحالها، لف. طب هو كان بيعذبه ليه يعني؟ هو الهدف، هو الهدف ان هو يؤذيها، الهدف ان هو يعذبها يوجعها ويحرق قلبها على طول. يحرق قلبها على طول عشان ما طالش ان هو يموت. قولوا عملت البنت الناس هي قعدت سنه ما شافتش ابنها. يعني سنه اخر مره كانت شايفه محمد من 3 شهور. من 3 شهور. وبعد كده شافته امبارح في الترليه. محمد قبل ما يموت بثلاثة اربع ايام كان ليا جماعه اصحابي، كان محمد اداهم الرقم وقال لهم انا عايزه اكلم ماما واشوف ماما، انا نفسي اشوف ماما. هو اللي كان مانع، هو اللي كان مانع يشوف ماما. وربنا ربنا منه لله، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. وربنا ياخد حق محمد واشوف فيه زي ما هو اتعمل محمد، تعمل فيه زي محمد ما اتعمل. هي طلبت قبل كده ان هي تاخد ابنها كتير، واخر من قيمه كام يوم قبل ما تحصل واقعه كانت عايزه تاخد شقه وتاخد تقعد بيها. بس هما مش متوقعين هيقبضوا معاه عشان ما يسيبش ابوه. كان عنده وفاء يعني، ايه شوف بيعمل فيه كده، وعنده وفاء لابوه اللي هو عايز يعيش مع ابوه يعني راجل، وعايز برضه بيتعمل فيه بس مش عايز يسيب ابوه. ما هو عايز يسيبه كان طفش ولا كان مشي. انت لو عايز يمشي كان مشي. ما هو عايز برضه يعني ايه، شفت شاب من هم المكافحين اللي هو عايز يعني يتعذب برضه إيه؟ مش وحش ولا وحش، وحش كان هيسيبه يمشي زي اي عيل ما بتشوفيه يقوم سايب اهل بيته ويقوم في اي بلد وخلاص.
اما ده كان ايه مستحمل العذابه ايه؟ قال لي يمكن في امل او ما تعرفيش العيل طفل لسه اللي هو 16 يعني 17 ايه طفل لسه ما نضجش الحياه برضه ولا عارف يروح فين ومحتار يروح مش سامعه اتكلم كده هو محتار يروح فين ده محتار يروح فين صح هو محتار يروح فين امه ومشي وكانت بتعذب وطبعا برضه هم هنا خايفين وبيجي خمر بيقف لهم كان برضه مش يعمل لهم حاجات كتير فهي مش عارفه تعمل ايه واهلها خدوها بعد ايه بقى هي جات لهم اصلا جات لهم بص جات لهم بعد ما كانت بتموت جات لهم كانت بعد ما بتموت في ارض بعد ما كانت بتموت يعني ما ينفعش لقوها الدكاتره قالوا لك بص انتوا جبتوها كان هيجي لها غرغرينه من كتر جسمها عمل دمام عمل حاجات وحشه جدا وتشيلي ان كان بيعلقها على شجره ايوه من سمع جيرانه لو انت رحت الجيران هم كان بياخدها والناس تيجي تقول احنا شايفينه هو بيعمل فاكهه انا جيت لعم الحاج اللي بره ده اساليه جيت له قلت له يا عم باظ انا سامعه واحد اتنين فسايب بنتك ليه قال انا ما سبتهاش يا صبري انا ما سبتهاش هنروح نعمل ايه عنده هناك هي هي عايزه تقعد مش عايزه تيجي ما كانتش بتيجي تحكي لهم حاجه فهي كانت غصب عنها عايزه تعيش عشان عيالها وعشان زي ايه زوجها عايزه تعيش مش الزوجه اللي هي بالك بتجري ولا بتاع زمان شايفاها كده طيبه محترمه بنت ناس قالت لك ابن خالد وعاشت بقى هو بس هي كانتش تعيش كانتش تعيش كانت تعيش بعد اللي بنعمل فيها ده كله كانتش تعيش بس هي قالت يعني ربنا كان مصبر كان مصبر يعني كان مديلها الصبر اهل بيتها مزت نفسهم لو رحت هيقول لك كده هيقول لك كان بيعمل فيها كده وهم اللي كانوا يقولوا لا يجوا لا تعالوا خدوا بنتكم سايبينها ليه سايبين بنتكم ليه سايبين بنتكم بتتعذب ليه طب هم اهلها كانوا سايبينها ليه؟ ما هي مش عايزه تسيب عيالها ما بتجيش تقول ما بتجيش تتكلم كانت صامت خالص كده متوقفه تقول لها مالك يا امان ما كانتش تقول لك حلو ولا تقف تفضفض زينا كده ولا تتكلم تقول لك انا حلوه انا حلوه من الناس اللي هي يعني صبره يعني وما تعرفوش وربنا كان مدينا فوق جزاتها بقى جزاتها في الاخر تشرب نار ابنها على ايده برضه ما هي لو رحمته هم صغيرين كانت خدتهم بقى مش تبون في اي حته ولا كده ولا كده ما هو في الاخر يعني الدفعيه هي برضه اللي دفعت التهم اخر مره ايه اللي حصل اللي خلاها خلاص تاخد القرار ان هي لازم تمشي هو ما هو زي ما انا بقول لك كده التعذيب اللي هو عذبه لها في الاخر كان اصعب بقى من اي مره يعني هي كانت هي من هنا ناس جابتها من غطام بالرجاع الغيره محدش قطها لها ولا حد زقها لها ان هي تيجي هنا ان هي تيجي على بيت ابوها هنا يعني يعني حاجه بقى وحشه حرام عليك ليه؟ ليه ما كنتش تعمل فاكهه؟ حتى لو هتعمل ايه ما كنتش تعمل فاكهه انت يعني انت ربنا خلق جبروت قوي كده وربنا خلق جبروت كده وبعدين هو الوقت اللي هو عمله دوت اللي هو عمله ده الحكومه تسيبه بعد ما عمل في بني ادمين في واحد اكيد لا احنا في بلد قانون واكيد ليه حق وهياخده باذن الله وبقى لله شكرا جدا بعد ما البيت بعد ما وقف بشويه انت جايه كده كده اهو يا دوبك هتلاقي البيت ما فيش يا دوبك زي 10 15 متر كده هتلاقي الجيران هتقول لك نفس اللي احنا بنقوله واكتر من كده عشان هم اللي كانوا في الواقع ذات نفسها ده كمان شكرا لكل المتابعين متابعي موقع تليجراف في كل مكان معاكم انا جهاد المولى من داخل محافظه المنوفيه تابعنا وقعة مقتل طفل على يد والده بمركز باحدى قرى مركز وسنا بعد وصلت تعذيب شكرا لكل متابعينا في كل مكان